أخيرا أسيل عمران في مهرجان البحر الأحمر. كل أحد ينتظرك اليوم طبعا بسبب فيلم ضي. خبريني إيش قد متحمسة اليوم؟ أوه متحمسة كثير ومتوترة في نفس الوقت. يعني بالعادة لما أحضر المهرجان في فرحة أكيد وفي حماس، بس هذه المرة مختلفة جدا. طبعا الكل جاي من كل أنحاء العالم عشان يشوف هذا الفيلم، فيلم الافتتاح. خبرينا عن الكواليس. أوه الكواليس، على فكرة اللي يشوف الفيلم، اللي راح يتفرج على الفيلم اليوم راح يشوف فيه رحلة طويلة. هذه بالضبط كانت كواليس تصوير، صدقيني كانت رحلة متعبة ممتعة، ضحكنا بكينا مع بعض، تعلقنا في بعض. يعني يمكن المشاهد اليوم راح يحس أن الممثلين مو مجرد ممثلين أول مرة يتعرفوا على بعض، عارفة صارت عندنا هذه العلاقة اللي آخر يوم بكينا، بس هي رحلة جدا ممتعة وأتمنى المشاهد يستمتع معنا فيها. كم طول معاكم التصوير؟ أوه طول كثير، طول كثير لدرجة أنه وقفنا برمضان والعيد وبعدين رجعنا مرة ثانية نصور، ودخلنا صيف ودخلنا شتاء، فيعني ما شاء الله امتد التصوير فترة طويلة. والله يعطيكم ألف عافية. وطبعا الفيلم يعني اليوم العرض مالته له طعم خاص، لأنه عادة نعرض للمشاهدين وكل هذه البروسس اللي تصير اليوم في مهرجان بحر الأحمر وفي جدة، وفي جاية ناس من أنحاء العالم كلها، من عندك من هوليوود، في اكسبرتس ممكن تاخذين رايهم في الفيلم همينه. فشنو يعني كيف الاحساس لما المشاهد يتفرج ويستمتع، غير لما اللي يشوف فاهم دارس، فانت تصيري قاعده على اعصابك ما تعرفي ايش راح تسمعي. بس انا دائما اقول فيلم ضي طلع من القلب، يعني طلع بكل المشاعر اللي عندنا، فحتى يعني ما اعرف اذا حيكون في انتقادات، طبيعي في ناس حتحب في ناس ما راح تحب، بس اعتقد فيلم ضي من الافلام اللي ما في احد ما راح يحس فيه. يعني فيلم فيه كميه مشاعر اي احد ممكن يستشعر هذا الموضوع لما يشوفه. كثير متحمسين نشوف الفيلم اكيد. شكرا كثير لك. You look amazing. Thank you. شكرا لك عن جد، ولما تشوفي الفيلم قولي لي.